الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع المكثف إلى حد ما ما تسمى خسارة الوزن الميت، dead weight loss. dead weight loss أو خسارة الوزن الميت هو من الموضوعات المهمة جدا في الاقتصاد الجزئي المتعلق بالطلب والعرض، ومهم جدا في الاقتصاد الرياضي، ومهم جدا لما يسمى اقتصاديات الرفاء ويلفير ايكونومكس. وعلى بركة الله نبدأ الآن. كمقدمة بسيطة نقول، تعمل الضريبة المفروضة على سلعة ما تعمل ماذا؟ على انخفاض حجم سوق تلك السلعة. إذا الآن ضريبة فرضت على سلعة ما ترتفع أسعارها، وبالتالي طبعا بيعتمد على ما يسمى مرونة الطلب والعرض وما شابه، لكن تعمد على انخفاض حجم سوق تلك السلعة، وذلك بسبب الإسفين الوج الذي تضعه الضريبة بين السعر الذي يدفعه المشتري price of buyer والسعر الذي يقبضه البائع price of seller. هذه مهم جدا أن الضريبة الآن تؤدي إلى وضع إسفين بين السعرين. لأن ليتذكر قبل كل شيء فائض المستهلك consumer surplus وفائض المنتج producer surplus. الآن هذا الرسم البياني وهذا الشكل البياني بيننا الآن هنا لنفترض منحنى الطلب دي ومنحنى العرض اس، طبعا كميات المطلوبة المعروضة على المحور الأفقي وعلى المحور العمودي سعر السلعة، وبالتالي هنا عند الديماند كيرف أو منحنى الطلب منحنى العرض بيلتقوا عند النقطة هذه التوازن، حرف التي توازن. الآن كل الآن هذا المثلث المحصور بين السعر التوازني والنقطة بي اللي هي نقطة التقاء منحنى الطلب مع المحور العمودي، هذا المثلث نسميه احنا فائض المستهلك. والمثلث الذي يقع اسفل من السعر التوازني هون مثلث الف تا تا هنا اسفل فهو فائض المنتج. الان الرفاء الذي يحصل عليه المستهلك او ما يسمى بالفر اذا اشترى السلعة بالسعر التوازني، الان اذا اشترينا السلعة بالسعر التوازني ايه نحصل على كيو 1، وبالتالي كل الكميات التي كنا على استعداد ان ندفع سعر عالي هنا، لاحظوا الأعلى من إيه هنا عند هذه النقطة أعلى من إيه، وهكذا وهكذا إلى نصل هون. كل هذه الكميات الآن بتقول إنه أنا حصلت عليها بسعر فقط إيه، وبالتالي بنسميه فائض المستهلك ولو من ناحية نفسية. فهذا هو الآن فائض المستهلك الممثل بالمنطقة ألف تابا، ألف تابا هي فائض المستهلك. أما رفاء المنتج الآن إذا باع السلعة بالسعر التوازني سعر التوازني إيه باع كيو 1 فهو فائض المنتج الآن بسعر التوازني، هذا هو فائض المنتج ورفاء المنتج، فائض المنتج الممثل بالمنطقة ألف ثا ألف تا ثا هذه. الآن لاحظوا هذا فائض المستهلك هذا فائض المنتج، لأن المنتج كان على استعداد أن يبيع هذه الكمية هنا بالسعر هذا المنخفض. إذا أردنا أنه يرفع الكمية يرفعها فبده سعر أعلى، لكن استطاع أن يبيع كل هذه الكميات بشكل ما اللي هم بالسعر ألف، فهذا نسميه احنا فائض المنتج. ما الذي يحدث الآن؟ عندما تفرض الحكومة ضريبة على السلعة فإن المشترين والبائعين يخسرون شيئا ما ولو من ناحية نفسية، والسؤال ما هو الشيء الذي يخسره كل جانب؟ نتابع الآن لنحلل الوضع خطوة خطوة، ونفترض الحالة التالية الواردة في الشكل الأدنى حيث دخلت الحكومة كطرف ثالث وفرض ضريبة حجمها نقول T size of the tax T، فأدت إلى ارتفاع السعر الذي يدفعه المشترون إلى هذا، يعني ارتفع من سعر التوازن إلى price B هاي مرتفع هلا ببين يعني التوضيح البياني، وانخفاض السعر الذي يقبضه البائعون إلى PS وانخفاض الكمية التوازن إلى Q1. كيف الآن نرجو منكم أحبتي الطلبة المتابعين أن تدققوا في الرسم يعني هيك ببطء وبالتدرج. الآن على المحور الأفقي الكميات التوازنية أو الكميات المطلوبة المعروضة هذه كيو الآن كمية، والمحور العمودي عندنا الآن سعر البيع بي، عندي الآن هذا الديماند كيرف اللي هو منحنى الطلب أوكي، وهذا منحنى العرض الآن أس. هنا الآن الإكوليبريم لأنه التقاء المنحنى الطلب مع منحنى العرض عند هذه النقطة إكوليبريم هو التوازن، فأدى إلى تبلور أو تكون الزوج المرتب الكمية التوازنية Q1 Q star of 1 و P star هو السعر التوازني.
هذا الآن الحالة الطبيعية، كل الكميات التي أتت في هذا المثلث هذا احنا نسميه فائض المستهلك، إذا نحطهم هذه الكمية فائض المستهلك، لاحظوا لي، وكل الكميات التي أتت في هذا القطاع الآن أسفل من السعر التوازني بنسميها فائض المنتج، هذا فائض المنتج، هذا الآن فائض المنتج، هذا المثلث هو نفسه هذا، وهذا المثلث نفسه هذا. الآن لاحظوا لي، فرضت الحكومة ضريبة ما على السلع، ولنفترض بأن هذا الطلب يمثل لمونة الطلب السعرية بالنسبة للمستهلكين، وهذا بالنسبة أن السبلاي بيمثل مرونة الطلب السعرية للمنتجين، لكن التوازن هون مهم جدا. فعندما ارتفع، عندما فرضت الضريبة، يعني قامت الحكومة بفرض الضريبة، أدى ذلك إلى انتقال منحنى العرض من هذا الموقع إلى هذا الموقع الجديد. ما الذي حدث الآن نتيجة لذلك؟ الآن في عندي إكوليبريم جديد هنا، هذه النقطة التقاطع هاي بتقول انتقل الإكوليبريم من E إلى E1 هنا، بدل من هذه النقطة تقاطع، يعني عندي يعني التقاء الخط المستقيم هذا المتقطع مع الخط المستقيم المتقطع، هذا عندي الإكوليبريم أو التوازن الأولاني. أما الآن التقاء منحنى الطلب مع المنحنى العرض الجديد أدى إلى تبلور أو نشوء توازن جديد هنا، هذا الخط المتقطع الجديد مع هذا الخط المتقطع الجديد أدى ذلك إلى حدوث التوازن الجديد، وبالتالي ارتفع السعر من P star بالنسبة للمستهلكين إلى PB اللي هو price for buyers. والآن بالنسبة للبائعين لاحظوا لي ارتفع أو انخفض السعر من هذا السعر إلى هنا، الآن هذا هو طبعا الكمية التوازنية هذه، وبالتالي عندي price of seller هنا. ما الذي حدث الآن؟ أنه فائض المستهلك انخفض بشكل ملحوظ، هذا الآن بعد رفع السعر، وهذا الفائض المنتج انخفض إلى هذا المقدار اللي هو هذا بعد ما ارتفع السعر، وهنا الآن ما يسمى بخسارة الوزن الميت. هنا هذا المثلث أرد أعيد رسمه، هنا هذا المثلث الأحمر الغامق هنا، هذا نسميه إحنا ما يسمى وزن ميت أو خسارة الوزن الميت. ما الذي حدث هنا في التقريب المستطيل هذا؟ هذا الآن نقاط هنا اللي هي خسارة الوزن الميت محددة بهذا المثلث. أما الضريبة هذه الآن، هذه المربع أو المستطيل تقريبا الغامق الرمادي، هذا هو الضريبة التي دفعها الجانبان. بيعتمد طبعا من الذي يتحمل أكثر، بيعتمد على مرونة الطلب السعري للمستهلكين ومرونة الطلب السعري للمنتجين. هذه الآن حالة الحالة. فالآن نريد أن نعرف بالضبط يعني ما الذي حدث على شكل يعني معادلات رياضياتية، لكن قبل ذلك أريد أن ننبه، لو افترضنا بأن المشترين والبائعين لم يستفيدوا من السلع والخدمات التي يتم تمويلها من الضريبة، الآن هذه ضريبة ذهبت الحكومة، المفروض أن المستهلكين والمنتجين يستفيدوا على شكل خدمات، لو افترض أنهم لم يستفيدوا منها، فإن حجم فائض المستهلك وحجم فائض المنتج يتقلص على النحو، لاحظوا لي، تقلص هذا فائض المستهلك تقلص إلى هذا الحجم، وفائض المنتج تقلص إلى هذا الحجم، وهي الخسارة التي الكل يعني خسرها ولم يستفد منها أحد، لا مستهلكين ولا منتجين ولا حكومة. حكومة هاي الآن جزء لها. الآن ننتقل إلى الجانب الرياضي منها. يمكن استخدام منظومة المعادلات الآنية البسيطة في بعض التطبيقات المفيدة في مجال الطلب والعرض، وعلى سبيل المثال لنفترض أن لدينا منظومة الطلب والعرض التالية هذه الآن. Quantity demand يساوي أو QD اللي هو منحنى الطلب يساوي 11 ناقص 2P، ومنحنى العرض يساوي 1 زائد 6P. فهاي الآن معادلة الطلب، هاي معادلة العرض. الآن حي ترمز QD الكمية المطلوبة، QS الكمية المعروضة، P للسعر. فالآن بدنا نحسب السعر التوازني. عند التوازن الكميات المطلوبة تساوي الكميات المعروضة، إذن 11 سالب 2P تساوي 1 زائد 6P، إذن 10 تساوي 8P، معنى ذلك بأن السعر التوازني يساوي 10 على 8، إذن السعر التوازني يساوي 1.25، هذا السعر التوازني. أما الكمية التوازنية بالتعويض، إذا عوضنا بمنحنى الطلب أي معادلة الطلب أو معادلة العرض، نحصل على ما يلي. الآن بتكون كمية توازنية 8.5، إذن الكمية التوازنية 8.5 والسعر التوازني 1.25،
نمثل ذلك بياني. هنا التمثيل بياني، هنا منحنى الطلب، منحنى العرض استقوى عند هذه النقطة، هاي الكمية التوازنية 8.5، سعر التوازن 1.4. الآن نحتاج إلى أن نكمل هذا الخط اللي هو يعني منحنى أو الخط المستقيم الذي يمثل الطلب، بنشوف وين إحداثياته عن المحور العمودي، ونحتاج إلى معرفة الإحداثيات العمودية لمنحنى العرض هنا الآن، عفوا يعني. فالآن أكملها في المقطع هذا هنا، هذا فهذا المستهلك وهذا المنتج، نحسب نقطة التقاطع كما ذكرت العمودية لكل من منحنى الطلب ومنحنى العرض في منظومة معادلات كما يلي. بالنسبة لمنحنى العرض نفترض بأن QD تساوي صفر، لأنه عندما يلتقي المنحنى هنا، إذا الآن QD تساوي صفر معناته 11 ناقص 2 P تساوي صفر. هل أبينها برسمة؟ إذا نقطة التقاطع العمودية بالنسبة لمنحنى الطلب وقعت عند 11 تقسيم 2 يساوي 5.5، حيث ترمز PV لنقطة التقاطع العمودية المنحطة اللي هي السعر الآن على الـ Vertical Axis. أما بالنسبة لمنحنى العرض نفترض بأن QS تساوي صفر، وبالتالي هنا 1+6 P تساوي صفر، إذا نقطة التقاطع العمودية بالنسبة لمنحنى العرض تساوي أقل من 1 صحيح، اللي هي 0.17. بيانيا هلا هاي الترمز هذا طبعا لنقطة التقاطع العمودية منحنى العرض. بيانيا هنا هاي المنحنى الذي أو الرسم البياني اللي استخدمته قبل قليل، لكن الآن ما الذي يحدث؟ هاي مدينا حتى التقى مع المحور العمودي، هاي النقطة هنا نقطة التقاء منحنى الطلب عند المحور العمودي هي 5.5 كما ذكرنا هنا. وبالنسبة للعرض لاحظوا لي هنا نقطة الالتقاء كانت 0.17. إذا الآن كل المعلومات اللي أحتاجها حتى أحسب فائض المستهلك وفائض المنتج معروفة لدينا، وإذا ارتفع السعر بمعنى آخر السبلاي هذا منحنى العرض انتقل إلى اليسار، فإن الكميات التوازنية تنخفض والسعر بيرتفع بالنسبة للمستهلك وينخفض بالنسبة للمنتج. ما الذي يحدث الآن؟ نكمل. بناء على هذه النتائج يمكننا حساب فائض المستهلك وفائض المنتج كما يلي. فائض المستهلك هو المساحة المثلث، هذا هو هنا خليني أبينها بيانيا. هلا عندي هنا هذا نقطة التقاطع هنا 5.5، وبالنسبة للعرض هاي بالنسبة لي 17. هاي مساحة المثلث اللي هي تبدأ من عند النقطة هاي 1.25 اي 5.5، هذا المثلث 1.25 اي 5.5 تساوي نصف القاعدة في الارتفاع، نصف القاعدة 8.5 في الارتفاع اللي هو الفرق بين هذه الكمية وهذه الكمية 5.5 ناقص 25. إذن فائض المستهلك قبل زيادة الضرائب كان 18.0625. فائض المنتج مساحة المثلث 1.25 اللي هو 1.25، هنا السعر اي مظبوط، لكن هنا نقطة التقاطع 17. إذن هذا المثلث الصغير هنا، المثلث الكبير هذا اللي هو هاي النقطة هذه النقطة هذه النقطة هنا هو فائض المستهلك، أما فائض المنتج هو هذه النقطة هذه النقطة وهذه النقطة هنا. طبعا هنا النقطة 0.5، النقطة هنا 0.17، فمعنى ذلك نصف القاعدة في الارتفاع نصف هاي القاعدة في الارتفاع، الارتفاع طوله 8.5، هاي القاعدة من هنا إلى هنا، وبالتالي فائض المنتج يساوي 4.59. لاحظوا الآن مجموع فائض المنتج وفائض المستهلك بيكون مجموع هذا 22.6525. الآن ما الذي يحدث؟ هذا الآن فائض المستهلك فائض المنتج، هاي الآن المساحة كما حسبناها قبل قليل 5.5.17، هاي المساحة تساوي 18.0625، في حين أن هذه المساحة تساوي 4.95. مجموع المساحتين فائض المستهلك زائد فائض المنتج يساوي 22.6525. نتابع كيف نحسب الآن خسارة الوزن الميت. لنفترض من الحالة السابقة أن الحكومة فرضت ضريبة غير معروفة المقدار بالنسبة لنا، لكننا عرفنا أنها أدت إلى انخفاض الطلب إلى 7 وحدات فقط،
وأن السعر الذي دفعه المستهلكون كان 2، وأن السعر الذي قبضه البائع كان 1. لاحظوا هلا مهم جدا، حجم الضريبة يساوي 2 ناقص 1، إذن 1 هون في حجم الضريبة. أوكي، هنا السعر الذي دفعه المستهلكون كان 2، لكن السعر الذي قبضه البائعون كان 1، وبالتالي الضريبة معناته على كل وحدة دينار ذهب إلى الحكومة، الفرق بين سعر المشتري وسعر البائع. هاي الآن خسارة مثل ميت. هنا الآن الكمية التوازنية كما ذكرنا الآن أصبحت، أو الكمية التي تباع 7. هذا السعر البائع وهذا السعر الذي يدفعه المشتري، السعر الذي يدفعه المشتري 2، السعر الذي يتلقاه البائع الآن 1. إذن عندي يا سلام هذا المثلث هو خسارة الوزن الميت. فكيف نحسب الأشياء هاي؟ حصيلة الضريبة تساوي 7 ضرب 1، يعني 1 الضريبة في 7 وحدات باعت، إذن 7 تذهب على شكل ضريبة إلى الحكومة. أوكي، الكمية ضرب السعر. نأتي الآن عبء الضريبة على المستهلك. شو هو عبء الضريبة؟ يساوي 2، لاحظوا لي هلا هذا السعر الذي دفعه ناقص السعر التوازني، تم يعني معناته ذهب جزء من عبء الضريبة إلى المستهلك مقداره 0.75 أو 3/4 دينار، أي الفرق بين السعر التوازني والسعر الذي يقبل به المشتري للحصول على 7 وحدات، هذا نسميه إحنا tax burden. أما عبء الضريبة على المنتج هو 25 قرش يعني أو ربع دينار فاصل 25. كيف الآن هو الفرق بين هذا السعر 1.25 و1 مضروب بال، طبعا الفرق بيناتهم على كل وحده، طبعا اي الفرق بين السعر التوازي والسعر الذي يقبل به البائع للتضحيه ب7 وحدات. سبحان الله. نكمل الان. خساره الوزن الميت هي شو هي؟ هي القيمه التي لم يستفد منها احد. مساحه هذا المثلث هي خساره الوزن الميت، لم تستفد منها الحكومه ولم يستفد منها المشترون ولم يستفد منها البائعون. كيف نحسبها الان؟ هاي نصف القاعدة. نفترض أنه يعني مثلث فعلا يعني قائم الزاوية، نصف القاعدة في الارتفاع. نصف القاعدة عندنا 1، هذه القاعدة 1، والارتفاع هنا هو 7 8.5 ناقص 7. فنصف القاعدة نصف في هذه الآن القاعدة اللي هي من هون إلى هون، من هنا إلى هنا 1، الارتفاع من هنا إلى هنا، زائد نصف. لاحظوا لي طبعا هاي الآن نصف القاعدة ثاني مرة في الفرق بين الارتفاع ويساوي 75. هاي الآن ربع يعني 3/4 ذهبت سدى، لم يستفد منها أحد، لم يستفد منها أحد. مساحة المثلث، مساحة المثلث. نكمل الآن من الذي تحملها بطريقة ما؟ كيف ذهب الخسارة من فائض المستهلك؟ هي الآن نصف، لاحظوا القاعدة هنا، ضرب الارتفاع ضرب زائد طبعا هذه القيمة يساوي 5.8128. هذه خسارة من فائض المستهلك، تنقسم إلى جزئين، جزء ذهب في خسارة الوزن الميت وقيمته هذه 0.5625، وجزء ذهب إلى الضريبة 5.25. يعني هاي جزئين، جزء منها ذهب إلى خسارة هنا وهنا ضريبة. بعدين الآن الخسارة من فائض المنتج هذه، أوكي، نصف في كل هذه القيم تساوي 1، اللي هي على شكل مثلثات طبعا، أرجو الرجوع إلى الرسمة لكن ببينها بعد قليل، 1.9375. هاي الآن تنقسم إلى جزئين، هذا الآن ذهب وزن ميت، لاحظوا لي 1.1875، وجزء منها ذهب إلى الضريبة 1.75. هنا الآن الرسمة لاحظوا لي كأنما نتخيل الآن بأن منحنى العرض انتقل إلى هنا، وبالتالي لاحظوا لي أنه هذه هي عبارة عن ضريبة من هنا إلى هنا، 1 يعني 2 ناقص 1 ضرب 1 إلى 0 إلى 7، وبالتالي 7 تذهب إلى ضريبة. أما خسارة الوزن الميت فهي هذه المساحة التي حسبناها قبل قليل. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي جميعا. لكن قبل كل شيء أريد أن أذكر بأن هذه الآن خسارة فائض المستهلك هنا، مساحتها هذه،
وخسارة فائض المنتج، هذه اجمعهم بيطلع الخسارة كلياتها التي لم يستفد منها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.